أي حد يتمنى العمرة. الحمد لله ربنا كتبها لي، الحمد لله يا رب. أنا ما صدقتش نفسي أول ما اسمي جه في القرعة، ما صدقتش طبعا. حاجة يعني الحمد لله حاجة مفرحة، وحاجة يعني الحمد لله أحمد ربنا، الواحد بيتمناها على طول، وشعور يعني مش عارفة أوصفه. وربنا يكرم، والله يا رب يكرمهم اللي عملوا معنا كده، ربنا يخليهم. بهية من أول الدكتور للعامل حتى العمال ما شاء الله عليهم، حتى الحكيمات كله الله أكبر عليهم. صراحة أنا لما بكون متضايقة وباجي بهية ببقى ماشية مرتاحة وماشية كويسة، والله العظيم الحمد لله، ده ربنا كرمنا بمستشفى بهية.